إذا أحسست بالهم، إذا أصابك الغم، إن أحسست أحيانا بضيق في الصدر، ليس أجمل من ذكر الله جل وعلا. الاستغفار يزيل الهم ويجلي الصدر ويشرحه. يا عبد الله جرب هذا الدواء كل يوم، كل يوم اجلس واستغفر الله 100 مرة وانظر أي سعادة تدخل إلى قلبك. كان النبي يستغفر في المجلس 100 مرة، في رواية 70 مرة. هكذا كان استغفاره، استغفارا تلو آخر. واسمعوا إلى ما حصل للإمام أحمد بن حنبل. خرج يوما من الأيام مسافرا إلى بلد، فحل عليه الليل واشتد الظلام ولا يعرفه أحد من أهل البلد قرية، واشتد البرد عليه في الليل، فرأى الإمام أحمد مسجدا صغيرا، فدخل الإمام في المسجد وصلى فيه ثم أراد أن ينام. سفر طويل، ظلام حالك، برد قارس، لم يجد إلا المسجد يحتمي فيه. دخل الإمام ونام، فدخل عليه حارس المسجد، قال: يا رجل ماذا تصنع؟ قال: أنام. قال: ليس بمكان نوم. ولم يعرف الإمام أحمد، ولم يخبره الإمام أنا الإمام أحمد، لو قال له لسمح له، لكنه ما كان يفتخر باسمه ولا كان يستفيد من مكانته. فإذا به يقول له: أخرج من المسجد. قال: دعني أنام سويعات. قال: لا والله، لا أسمح لك أن تنام في المسجد، منعنا من هذا الأمر فاخرج. فحاول الإمام أحمد أن يقنعه فلم يستطع فأخرجه. فنام الإمام عند عتبة الباب موضع الأقدام، فرجع إليه مرة أخرى الحارس، قال: ماذا تصنع؟ قال: أنام عند الباب. قال: حتى عند الباب ممنوع. قال: فقط دعني أنام ساعات ثم أقوم. قال: ممنوع. فإذا به وهو لا يعرف من الشيخ الكبير، جره جرا ورماه على قارعة الطريق. رمى من؟ الإمام أحمد. فرآه من؟ رآه الخباز الذي كان يشتغل ليلا يجهز عجينه للصباح. رأى من؟ شيخا كبيرا يرمى على قارعة الطريق ولم يعرف. فإذا به يأتي ويرأف لحاله، قال: يا شيخ تعال عندي في المخبز واجلس عندي، الدفء والمكان المريح، أستضيفك الليلة عندي. فقام الإمام أحمد ودخل إلى المخبز وجلس ينظر إلى الخباز يعجن لوحده. لكن الغريب أن الخباز كل عجنة كان يقول: أستغفر الله. مع كل عجنة، ربما بالعجينة 100 مرات، كان يقول مع كل عجنة: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فنظر الإمام أحمد إليه وانبهر وهو لا يعرف الإمام. قال له الإمام أحمد: منذ متى وأنت على هذه الحال؟ من متى وأنت تستغفر مع كل عجنة؟ قال: منذ زمن طويل. سأل الإمام أحمد: هل وجدت لاستغفارك هذا ثمرة؟ في نتيجة وجدتها؟ قال الرجل: نعم. قال: وما ثمرتها؟ قال: لم أدعو ربي دعاء واحدا إلا واستجاب الله لي كل دعائي إلا دعاء واحدا. قال الإمام: وما هذا الدعاء؟ قال: دعوت ربي أن يريني الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام: الله أكبر، قد استجاب الله دعائك، وأنا أحمد بن حنبل، قد جرني الله إليك جرا. وإذا سألك عبادي، ليس أي عباد، عبادي أهل الصلاة، أهل الذكر، أهل الاستغفار، أهل العبادة، أهل الإخلاص. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. من منا
فكر بنفسه أن يجلس وهو مغمور خباز، من يعرفه؟ رجل ربما كان في مسجد والله لا يدري عنه أحد، لكنه لو أقسم على الله لأبره. امرأة عجوز على مصلاها لا تملك شهادة، ربما لا تعرف ما يتحدث عنه الناس اليوم من كلام وصرعات وموضات، ما تعرف، ربما لا تعرف إلا غرفتها وسجادتها وحقوق بيتها، لكنها عند الله ربما تسوى وتعدل نساء الأرض جميعا. نعم، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره.